وصلت الان داخل المنطقة الرأسية حاضرة. جول 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 جول. نعم هو الهدف الاول، هو الهدف الاول اللي ظاهر امامك بالصورة عبد الله سعودي. اذا 1-0 للنفط في بداية مبكرة، وعلى لنا عبد الله سعودي. هاي شوف لي اياها، شوف الرأس يا عيني يا عيني يا عيني. الكرة تجاوزت ام لم تتجاوز بنفط الدائرة الخضراء؟ شوف القبضتين عادت من جديد الى سعودي، هياها الى علي، علي خليل، علي خليل سرعه وباص طويل وتسديده. شوف السعودي، مر سعودي، انفرد سعودي. هل هي العرضيه ام هي التسديد؟ وفات. رجعت المباراه الى نقطه البدايه، الى اول ضربه البدايه. أم ماذا؟ شوف التسديد، يا ساتر خطيره. ليس كل هذا فقط الشرطه، ليس كل هذا فقط. شوف المحاوله اللي كانت دم خطيرة، انما الصدى لها جاد الله. 4-2 طويلة، الكرة على اليسار، محاولة لفريق النفط الى سعودي. سعودي 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 عرض من الكل، اقرب لعلي خليل، علي خليل بالابعاد بهذه الطريقة الى اوتارا، او هذا السعودي المواس، المواس باللمسة لكن اصطدت الى سعودي. هنا مرتدة 2-2، محاولة للشرطة، فرصة للوصول لكن تغطية من فيصل. اسرع سعودي، اقرب لنيان. سعودي ونيان، صراع افريقي بمنطقة الجزاء. للحديث في بقية كرة اللعب عالية، ابعاد من البرازيلي، لا زالت الكرة للنفط. محاولة هنا التقدم للامام. سعودي يا سعودي يا سعودي، الله، من اجمل اهداف في الجولة، من اجمل